دي اللي بيسموها العربيه الاسباني ودي العربيه الروماني، على اساس ان هي ده انتجت في اسبانيا او انتجت في رومانيا. فلحد ان شاء الله زي ما هم كده وعدوني ان احنا باذن الله هيبقى في عندنا عربيه اسمها العربيه المصري، العربيه المصريه، سواء شركه سيماف تابعه لهيئه العربيه التصنيع او غيرها. اي حد هيتعاون معانا وهينتج معانا عربيه مصريه متطوره تضارع وتضاهي الاسباني والروماني والكندي والامريكي والروسي اللي احنا بنجيبها كده، احنا هنفضلهم طبعا. شايفهم دول اللي ربنا يبارك فيهم وعدوني ان هم بالخامات المصريه او المستورده، ولكن الاصليه يعني خامات مستورده اصليه او مصريه على جوده عاليه، وده هيبقى برضه لها تفضيل عندنا عشان نشغل مصانعنا ونشغل الناس بتوعنا. هنجيب برضه خامات مصريه اصليه ذو جوده عاليه، بلادنا مشكله منهم هم. او قانونيين او فهم حتى فني من رئاسه الهيئه، لا ده من العمال، هيبقى العمال نفسها بتاخد منهم احسن كهرباء واحسن ميكانيكي واحسن براد واحسن لحام يشترك في اللجنه بتاعه تدبير الخامات. الخامات دي زي ما انت شفت في البدايه يقول لك احنا بنجيب بسرعه ومزنوقين، فاحنا لا، احنا كان عندنا نظام بنطبقه، وانا في الهيئه نسيت افصل لها ونطبقه هنا ان شاء الله.